او شكل من الحلاوه ديال العيد. سمحوا لي على هاد الانتظار ولا تعطلت عليكم شويه. رمضان ماشي غير ديال الماكله والمجدو والحلوه والماكله وديال العباده، ما كنتش مساليه، سمحوا لي مره اخرى. ويا ربي تثبت الاجر لاي واحد وتقبل منا صيامنا وقيامنا يا ارحم الراحمين يا رب، تقبل منا كافه المسلمين المؤمنين. نبداو على بركه الله. النوع ديال الحلوى ديالنا معروفه من زمان، هذيك الحلوى اللي كيكون فيها اللوز والزبيب والجلجلان. انا ما كنديرش فيها الزبيب، كتكون رطبه كنفندوها في سكر غلاسي، كتكون رطبه كتذوب في الفم. غير هو زدنا عليها دابا كنديروها بالاشكال ولا الانواع. بكري كنا كنديروها بحال الهلال وكنفندوها فولا ولا غير غريبه عاديه. إذن غنبدا مع المقادير. كيف ما شفتوا انا عبرت الزبده اللي كانت بحراره المطبخ باش تكون رطبه وسهله في الخدمه، عبرت 250 غرام رابعه الزبده. انا كنخدم كيتشن ايد، ماشي بالضروره تخدموا كيتشن ايد، تقدر غير بيديكم ولا بالطراب الكهربائي، ماشي فريمون بالضروره. غير انا ولفت في الاول ما كنتش كنخدم كيتشن ايد بشحال وانا كنديرها، وكانت كتصدق كيعطيني نفس النتيجه. غير انا دابا ولفت كنحركها دغيا في كيتشن ايد، كناخذ البول ونخدم منه. كيف ما شفتوا درت رابعه ديال الزبده، دزت عليها كاس ونص ديال العنبه، كاس ونص ديال العنبه ديال السنيده، كان كيتحركوا انصوم من كيتجانسوا العناصر. الزبده كنزيدوا عليها كاس ديال العنبه ديال الزيت كيف ما كتشوفوا، كنحركوا مازال ثاني. هذو هما المقومات كاملين، كاس ونص ديال السكر سنيده وكاس الزيت وربعه ديال الزبده وجوج بيضات، هذو هما لا باز. صافي من بعد كنزيدوا دوك جوج بيضات، كنحرك كل شيء حتى كيتجانسوا العناصر مره اخرى. صافي كنزيد خميره ديال الحلوى، خميره ونص، كيس ونصف ديال الخميره ولا معلقه صغيره ونص ديال البيكنج باودر الا ما كانش عندنا خميره الزا ديال المغرب. انا استعملت كيس ونص ولكن راني عابراهم بالمعلقه، كيعطينا معلقه ونصف معلقه صغيره ديال المعلقه ما عامراش ديال البيكنج باودر، كديروها حتى هي. صافي كنلوحوا عليها الجلجلان واللوز. انا كندير 120 غرام 120 غرام. الوصفه من اول مره كنت كنديرها كما قلت لكم كنديرها بشحال هادي، هي غير 120 غرام ديال الجلجلان و 60 غرام ديال اللوز. الا ما كانش متوفر تقدروا ديروا غير 120 غرام ديال الجلجلان ونص ديال الكميه ديال الجلجلان اللوز. انا كنبغي نديرهم بجوجهم قد قد باش تجي عامره باللوز والجلجلان. اللوز كنشدو غير بالموس باليدي، كنقطع فيه باللوزه باللوزه، كنقطع على جوج ثلاثه اربعه ما يهمش كيفاش قطعتها، دابا تشوفوا كيفاش درت ليهم. صافي انا غنزيد الجلجلان كنحركوا الكل، ومن بعد كنزيد اللوز. ما يحتاج تحركوا بزاف اللوز والجلجلان كيف ما كتشوفوا، انا دغيا وقفت. ومن بعد غنزيد بشويه بشويه 720 غرام ديال الدقيق الممتاز او الدقيق الابيض، من الاحسن يكون خفيف وديال الحلويات، لان بعض المرات الا كان الدقيق ثقيل، انا حنا عندنا انواع ديال الدقيق ومجربه شحال من نوع. هنا البنات ديال كندا كنخدم فايف روزز، كاين اللي كياخذ دقيق ديال كوسكو، هذاك ثقيل اونريشي كيكون زايد شويه وثقيل ما كيجيش في الحلوه مزيان. الناس اللي ماشي في كندا في مونريال من الاحسن ياخذوا شي دقيق يكون خفيف ديال الحلويات، من الاحسن الا تبعتوا المقادير وضبطوها غتجيكم الحلوه مزيانه، لان مجربه شحال من مره. الدقيق لابد ما يكون 720 غرام بالحساب، تبقاو تضيفوا بشويه بشويه وتخلطوا كل شيء. انا ما نخلطش، اون فوا كيتخلط الدقيق مع العناصر صافي كنحبس، ومن بعد كنكمل بيدي كنجمعهم اونصومبل. صافي كنبدا نشكل في الحلوه ديالي. نعود لكم مقادير، ودو توت فاسون انا نخليهم لكم في صندوق الوصف. جوج بيضات، كاس ديال الزيت ديال العنبه، كاس ونص ديال السكر سنيده، ربعه ديال الزبده بحراره المطبخ،
الدقيق يكون خفيف 720 غرام، وخمارة ونص ديال الخميرة أو معلقة صغيرة ونصف ديال البيكنج باودر. من بعد كنزيدو 120 غرام، كيف ما شفتوا تقدروا تعبوها بجبانيات صغار بحال اللي كديرة ديال اللوز مقطع بالموس وديال الجرجلان. صافي وحلوتنا كتجهز. ماشي بالضرورة، واخا هي مصوبة من السبدة، ماشي بالضرورة ديروها في الثلاجة، لأنك ممكن تخدموها مزيان ما كتلصق ما والو. أنا عندي هاد المرشم كيف ما كتشوفوا، كنشدو كندهنو شوية ماشي كندهنو عفوا كنشدو كنرش عليه شوية ديال الدقيق، كنسوسو من الدقيق صافي، وكنبدا نشكل كيف ما كتشوفوا. نقدر ندير على شكل قلب، نقدر ندير على هرم كيف ما بغينا. مالوغوزمون كنت أنا خدمت لكم بهاد اللي ما عندوش المرشم يخدم غير بهذا العصارة ديال الليمون، كنت درتها ولكن الفيديو ما تشدش ليا، ولا كنت كنسجل وعاد بالي سجلت وما سجلتش. من بعد مشيت عاد صورت هاد اللقطة باش نوريكم العصارة ديال الليمون. تقدروا ديروا بها واحد شوية، ديروا فيها الدقيق وديروا بها كلهم، كيجيو على شكل أهرام وزوينين. صافي كنطيبوها على حرارة 350 فارنهايت لشمال أمريكا، و 180 درجة سلسيوس اللي معروفة في أوروبا وباقي أنحاء العالم. صافي من كتبرد، المهم هو نخليوها تبرد على خاطرها. أنا كنحطهم في بلاطوات، كتجيني جوج لاطات، بلاطو الأول لاطة الأولى كنديرو في بلاطو، لاطة تانية كنديرها في بلاطو باش تبرد دغيا، تبرد على خاطرها، لأن إلا مكانتش باردة غير ساق ليكم فيها السكر كلاصي، ما غتجيش زوينة، ما غتجيش مزيانة. خليوها تبرد. صافي كتاخدو شوية سكر كلاصي، راه كيما شفتو واحد الرابعة ولا شنو، أنا معبرتش ولكن مكياخدش بزاف، خويتو مرة ومبقيتش زدت. كنفندوها كندخلو وحدة بوحدة كيف ما كتشوفو. صافي وكنسوسوها بشوية من هداك الزائد ديال السكر، وكنكملو الحلوة ديالنا كاملة بحال هكاك. هي لابد ما كتفند، لأن كاسونس ماشي كافية، إلا دقتوها بلا سكر كتجيكم شوية مسوسة، باش يلا هداك السكر يزيد يحليها. والقدرة كيف ما قلت لكم، كيف من الناس ديال زمان كنا كنديرو على شكل هلال، كنقادوها غير بيدينا. كاين اللي عندها المرشم كديرها كويرات وكتورك عليها من فوق المرشم، كتعطي وريدات على حسب المرشم اللي عندكم. ما عندكمش كيف ما قلت تقدروا تخدموا غير ليديكم، كتجي فريمون غزاله وما غالياش، وكيف ما قلت لكم كتذوب في الفم وكتفكرنا في الحلوى ديال زمان. هذه ديما كنديرها عزيزه عليا، قلت هي اللي نبدا بها في القناه. كنتمنى تعجبكم، ما تبخلوش ديروا ليا بلايك وتشتركوا في القناه الا عجبكم المحتوى ديالها. وشكرا، وعيد مبارك سعيد، عيد مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا يا ربي بصحه وسلامه وطول العمر، والسلام عليكم.